قالوا الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف، كلما ازداد علمك يزداد خوفك، كلما قل العلم بالله تعالى قل الخوف. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، فآمن مكر الله بالله جاهل. إذا رأيت إنسانا يأمن مكر الله عز وجل هذا جاهل. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. إذا إنسان لا عنده علم كبير ومنزلة كبيرة في البلد وسمعة حسنة جدا، تجده يخاف كثيرا على سمعته، يخاف أن تتأثر سمعته بأي شيء. أما بعيد من هون، إذا إنسان جاهل وإذا إنسان ما عنده منزلة وتكلم في حقه الناس ما بيخاف على سمعته، أصلا هو سمعته سيئة فلا يخاف على سمعته. كلما ازدادت المنزلة ازداد الخوف. إذا واحد لابس جلابية بيضاء بتلاقيه بيخاف أن يعني الغبرة أن تقع عليها، وإذا كان لابس الثوب اللي بيلابسه أفرول تبع مصلح السيارات يلي كله شحم يلي بينزل فيه تحت السيارة، يعني بيأكل هم الغبرة، ما عاد يأكل هم الغبرة ولا بيأكل هم الزيت ولا بيأكل هم الشحم لأنه كله مشحم، بس يلي ثوبه أبيض بيخاف. كلما علت مرتبة الإنسان علما، مكانة، فهما، نظافة، أناقة، خاف، وكلما خفت مكانته أمينة. لذلك كلما ازداد علمك بالله تعالى خفت أكثر، وكلما قل العلم قل الخوف. لذلك قالوا على قدر علم المرء يعظم خوفه. قال الإمام الجنيد: الخوف توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس. الله أكبر! الصالحون مع مجاري النفس يخاف أن تنزل به عقوبة. يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت ريح يخاف، يسأل: يا رسول الله ليش تخاف؟ شو المشكلة؟ يقول: لتكون ريح كريح عاد، ليقوم الله عز وجل يريد أن يعني يستأصل شأفتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان إذا رأى عارضا في السماء يعني غيما يخاف، حتى إذا نزل الغيث سري عنه. تسأله السيدة عائشة: ليش يا رسول الله تخاف؟ قال: لأن الله أهلك أقواما بعارض، ليقوم يريد الله عز وجل أن يهلكنا كذلك. إذا حصل كسوف أو خسوف يخاف، وشرع لنا صلى الله عليه وسلم ركعتين سنة صلاة الكسوف أو الخسوف. كسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين الكسوف، وركعتين الكسوف السنة فيهما الإطالة في القراءة والإطالة في الركوع والإطالة في السجود وتكرار الركوع وتكرار السجود. فالعارفون يخافون. قال الإمام الجنيد: الخوف توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس. هذه منزلة من منازل السائرين. السائر إلى الله عز وجل يخاف من حضرة الله عز وجل.